السلام عليكم، صباح الخير يا اخواني، يا هلا ومرحبا بالسنافيين بعد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: بورك لامتي في بكورها. اهم اسباب البركه ان تبدا يومك هذا الصباح مع الله عز وجل وتكون في ذمه الله، من صلى الفجر فهو في ذمه الله. على طاري البركه بذكر لكم قصه احد الشيبان دعا على ولده. تدري ايش دعا عليه؟ قال: الله يكثر حركتك ويقلل بركتك. عذى الولد الحين سبحان الله، تزوج وطلق أكثر من مرة ما توفق، شرى له بيت ملك وباعه أجارات الحين. فالبركة جند من جنود الله، ربما 100 ريال تسوي اللي ما يسويها 1000 ريال. فالعبرة ليست بالكثرة إنما بالبركة. أسأل الله أن يبارك فيني وفيكم. أكثر من رسالة من خواتي يقولون: نغبطكم يا رجال على المسجد. صلى الله عليه وسلم يقول: وبيوتكن خير لكن. الرجال يروح للمسجد ويجلس في مكان هادي. طيب حتى انت تقدرين تجلسين في مصلاك قبل ما تصلين وبعد ما تصلين، خلي لك مكان للصلاه.